السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة سهيل، والبداية بأبرز العناوين. تحرير مواقع في مديرية مقبنى غربي تعز، والتحالف يعلن تدمير مواقع سرية في صنعاء. ميليشيات الحوثي تعدم 12 مواطنا عقب اختطافهم من الحديدة، ورصد آلاف الانتهاكات ضد الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. حررت القوات المشتركة مناطق جديدة شمال مديرية مقبنى الواقعة غرب محافظة تعز، وتمكنت من قتل وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن القوات المشتركة تمكنت من تحرير مناطق في عزلة البراشة بمديرية مقبنى، وتطهير سلاسل جبلية هامة ومواقع حاكمة بعد أن دحرت الميليشيات الإنقلابية منها. وأشار المصدر إلى أن الفرق الهندسية باشرت عقب تحرير المناطق بفتح الطرقات وتطهير المناطق من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية. الاستنزاف الكبير لميليشيات إيران الحوثية في جبهة مأرب يختصر مسافة الطريق إلى النصر أمام بقية الجبهات في الساحل. منذ معركة التحرير الأولى في العام 2015 ومأرب ما زالت أكثر بؤر الاستنزاف الكبير لميليشيا إيران الحوثية. 7 سنوات من وهم العودة إلى مأرب أنجزت خلالها المحافظة القوية شللا شبه كلي في صف ميليشيا الكهنوت. يشير الحجم المعلن من طرف الحوثيين عن عدد صرعاهم منذ عدوانهم على مأرب مطلع العام الحالي إلى بلوغ الميليشيا سن تلاشي الانتفاشة، فقد أجهزت مأرب على الغرور الحوثي ومرغته في وحل الهزائم والخسائر الثقيلة. وما يجري حاليا في جبهات تعز والحديدة من تقدمات متسارعة للقوات المشتركة ومن انهيار دراماتيكي لميليشيا إيران الحوثية الإمامية ليس إلا انعكاسا على مدى ما أنجزته مأرب من ضربات بالغة في قوة ومعنويات ميليشيا إيران. إنها مأرب أيضا المحافظة المانحة من تمنح مختلف جبهات الدفاع عن الجمهورية في المحافظات اليمنية إمكانية النصر من أقصر الطرق المعبدة المؤدية إليه، وهي مأرب أيضا التي سحبت إليها الميليشيا مجاميع مقاتليها من كل الجبهات الأخرى وألقت فيها بكل ثقلها المادي والبشري، فطوحت أطراف المحافظة العصية بأعلى عدد من العتاد والمقاتلين في صف الميليشيا الحسيرة. وتلوح الفرصة مواتية اليوم أكثر من أي وقت مضى لقطع ذراع إيران الحوثية واستئصالها من اليمن جذريا، فيما لو تحركت مختلف جبهات الجمهورية على نسق واحد باتجاه صنعاء. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم الثلاثاء أنه نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع سرية للصواريخ البالستية في صنعاء، مؤكدا أنه تم تدمير هدف كبير للصواريخ البالستية بحي ذهبان. وأظهرت مقاطع متداولة الانفجارات الناتجة عن ضربات التحالف لتلك المواقع مواقع تخزين الصواريخ البالستية الحوثية في صنعاء. وكشف التحالف أن مسؤولي المواقع السرية لميليشيات الحوثي في صنعاء اتخذوا المستشفيات والمنظمات والمدنيين دروعا بشرية، موضحا أنه يتخذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية. وكان التحالف العربي قد أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء، طالبا من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة. وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، مجددا رفض مصر القاطع لاستخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأشار الوزير المصري خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرينبرج إلى محددات الموقف المصري من الأزمة اليمنية والقائم على مساندة وحدة اليمن وسيادته واستقراره. أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على إعدام 12 مواطنا من أبناء محافظة الحديدة بعد اختطافهم الأيام الماضية والزج بهم في سجون سرية. وأعثر مواطنون على جثث مجموعة من المختطفين أعدمتهم الميليشيات الحوثية ورمت جثثهم في الشارع بمديرية الدريهمي جنوب المحافظة. أقدمت عناصر من ميليشيات الحوثي الإجرامية على قتل شاب بدم بارد وسط مدينة إب في ظل جرائم وانتهاكات يومية تمارسها الميليشيات الحوثية بحق أبناء المحافظة. قالت مصادر محلية إن شابا يدعى عبد الله شران لقي حتفه برصاص عناصر ميليشيات الحوثي في أحد الأحياء وسط مدينة مب. وأضاف المصدر أن مسلحين من عناصر الميليشيات تابعين للقيادي الحوثي غانم جزيلان اعترضوا الشاب سران وقاموا بدهسه بأحد الأطقم حيث كان يجلس على متن دراجة نارية بجوار جامع الحشاش بمدينة إب. وأفادت المصادر أنه وبعد تعرض الشاب سران للدهس أطلق عليه مسلحون حوثيون وابلا من الرصاص ليفارق الحياة على الفور. حذرت منظمة سياج من استمرار وتنامي الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال في اليمن على خلفية الحرب الدائرة منذ أكثر من 7 سنوات متواصلة في ظل غياب تام للعدالة والإنصاف للضحايا. وقالت المنظمة إن ملشنة الأمن والقضاء ساهم بصورة مباشرة في انعدام حصول الأطفال الضحايا على العدالة حتى الآن، وذلك يعد سببا رئيسيا في استمرار الجرائم والانتهاكات بحقهم. جاء ذلك خلال الورقة التي قدمتها سياج بالحلقة النقاشية التي أقامتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 2012 في العاصمة عدن. وأكدت سياج بأن منتهكي حقوق الأطفال في اليمن لا يزالون بعيدين عن مبدأ العدالة نظرا لعوامل عديدة من أهمها سيطرة الميليشيات على مؤسسات الأمن والقضاء وتسييسها بما يخدم أنشطتها تلك الميليشيات التي تسيطر على غالبية أراضي الجمهورية وانحسار وتعطيل مؤسسات حماية ورعاية الطفولة. أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها وثقت أكثر من 6000 حالة انتهاك بحق الأطفال خلال الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على المحافظات اليمنية. وقال رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي إن اللجنة الوطنية قامت برصد وتوثيق أكثر من 6000 حالة انتهاك بحق الأطفال، مشيرا إلى أن اللجنة لم تقم برصد كل الانتهاكات وإنما هذا العدد لما تمكنت اللجنة من رصده وتوثيقه فقط. قال الأمين العام لنقابة المعلمين اليمنيين حسين الخولاني إن العمليات التعليمية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي تراجعت خلال السنوات الماضية بشكل غير مسبوق نتيجة الممارسات التي تقوم بها الميليشيات. وأوضح في حوار صحفي أن إيران تشرف على الحوثيين بتغيير المناهج الدراسية لمحو الهوية الوطنية وصناعة جيل ملغم طائفيا. يقول الأمين العام لنقابة المعلمين اليمنيين حسين الخولاني في حواره مع يمن شباب بأن العملية التعليمية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تراجعت خلال السنوات الماضية بشكل غير مسبوق، معتبرا بأنها أصبحت غير نظامية ولا تتوافق مع دستور الجمهورية اليمنية والقانون اليمني. من الأسباب التي أوردها الخولاني لتراجع العمليات التعليمية في مناطق سيطرة الميليشيات عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين وتعرض المباني المدرسية لانتهاكات مسلحة وهدم بعضها أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى الوضع المعيشي البائس للكثير من الطلاب والطالبات وخوف أولياء الأمور من تفخيخ عقول أبنائهم خصوصا مع التغييرات التي قامت بها ميليشيا الحوثي في المناهج الدراسية.
يرى الخولاني بأن تدمير العملية التعليمية يندرج ضمن مساعي الحوثيين في تجهيل المجتمع ليسهل حكمه، قائلا إن ميليشيا الحوثي تنتهج سياسة القطرنة في تجهيل المجتمع. اليوم نرى أن الإماميين الجدد يدعون الناس في مناطق سيطرتهم إلى أهمية الطلاء الأخضر، وهي وسيلة حوثية لتجهيل المجتمع. الأمين العام لنقابة المعلمين كشف في حواره عن وجود أجندة إيرانية في مجال التعليم، موضحا بأن مندوب إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو يشرف على تنفيذ أجندة إيرانية في مجال العملية التعليمية وبقية المجالات الأخرى، لافتا إلى وجود جرأة لم يسبق لها مثيل لدى ميليشيا الحوثي في القيام بممارسة بعض المظاهر مثل فرض ما يسمى الصرخة في الطابور المدرسي وإقامة احتفالات وأنشطة مدرسية ذات طابع طائفي، مشيرا إلى أن المناهج الدراسية أصبحت من منظور طائفيا بعد التغييرات التي أجرتها الميليشيات على المناهج وفرضها مواد دراسية من ملازم حسين الحوثي كمادة ثقافية، محذرا من أن تحريف المناهج الدراسية أيضا ينعكس سلبا على الهوية الوطنية وعلى النظام الجمهوري. أمين عام نقابة المعلمين حسين الخولاني قال إن ميليشيات الحوثي فصلت مؤخرا نحو 8000 معلم ضمن 160000 موظف تم فصلهم لأسباب سياسية واستبدالهم بموظفين من أتباع السلالة الحوثية. يروي الخولاني حكايات مأساوية عن بعض المعلمين الذين تعرضوا للاختطاف والتعذيب حتى الموت في سجون الحوثي، مشيرا إلى تعرض أكثر من 36000 معلم ومعلمة للانتهاكات بين قتل وتعذيب وغيرها خلال الفترة الماضية. كشف تقرير حديث لبرنامج الغذاء العالمي عن تضاعف عدد المديريات اليمنية التي تعاني من ظروف المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة 3 مرات مقارنة بالعام 2018. وأكدت بيانات البرنامج الأممي أن المديريات التي تعاني من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي تضاعف أعدادها 3 مرات، حيث ارتفع عدد المديريات المتضررة إلى 154 من أصل 333 مديرية. كشف تقرير جديد عن تورط شبكات تجارية يمنية مع بنوك وشركات صرافة محلية بتهريب النفط الإيراني وغسل الأموال لصالح ميليشيات الحوثي المدعومة من الحرس الثوري. كشفت مبادرة استعادة الأموال المنهوبة عن تورط شركات تجارية يمنية مع بنوك وشركات صرافة محلية في تهريب النفط الإيراني وغسل الأموال لصالح تمويل ميليشيات الحوثي في حربها ضد اليمنيين. وأوضح التقرير أن الحوثيين عملوا على إقصاء رجال أعمال يمنيين وصعدوا آخرين ينتمون إليهم وأنشأوا شركات نفطية بهدف التحايل على العقوبات الدولية والأمريكية بهدف تغذية خزينتهم وتمويل حروبهم. وذكر التقرير أن نحو 30 شركة يتخذها الحوثيون كواجهة لاستيراد النفط الإيراني، وأن تلك الشركات تعمل مع شركات وسيطة مقابل حصول الأخيرة على فوارق أسعار بشكل كبير. وأشار التقرير إلى أن الشركات الوسيطة سجلت بأسماء قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث كرجال أعمال مستحدثين، وفتحت لهم حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها. وبيّن التقرير أن بنك اليمن والكويت يعد أكثر البنوك ضلوعاً في عملية استيراد المشتقات النفطية الإيرانية، ومتورط في تهريب أموال الميليشيات إلى حزب الله اللبناني. وأشار التقرير إلى أن بنك اليمن والكويت ومصرف البحرين الشامل وبنك اليمن الدولي قدموا تسهيلات كبيرة للحوثيين من خلال إنشاء حسابات بنكية وشبكات وهمية. وأضم التقرير قائمة سوداء تحتوي على أسماء الجهات والقيادات الحوثية والشركات التجارية والمصارف المتورطة في تزويد الحوثيين بتجارة النفط وغسيل الأموال. وطالب التقرير الحكومة الشرعية والتحالف العربي بنشر معلومات وبيانات الشركات المستوردة للمشتقات النفطية إلى اليمن للرأي العام، وتطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة وحرية الحصول على المعلومات. توفي في محافظة إب معمر يمني عن عمر ناهز 130 عاما وله العشرات من الأحفاد. وقال سكان محليون إن الحاج عبد علي صالح الشجاع توفي يوم الأحد في أحد مشافي مدينة إب عن عمر ناهز 130 عاما. ووفقا للسكان فإن المعمر ينتمي إلى قرية مطالية
بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، وكان يتمتع بصحة جيدة وذاكرة حاضرة حتى قبيل وفاته، وبلغ عدد أحفاده فوق 70 حفيدا وحفيدة. يشكو المسافرون عبر طريق تعز التربة من غياب عملية صيانة للطريق الحيوي الذي يعبره يوميا آلاف المسافرين. مراسلنا الزميل محمد يوسف زار الطريق ورصد آراء المسافرين. طريق يخدم أكثر من 3 مليون إنسان منذ 7 سنوات، ووعود تتلوها وعود بإصلاحه وإعادة تعبيده. إنه طريق تعز التربة الذي أصبح مهمته تدمير السيارات وإهلاكها وإتعاب المسافرين، فقد كان السفر عليها يستغرق أقل من ساعة، واليوم يتجاوز 3 ساعات. بالنسبة لطريقة تعز التربة سوف يظل يعني مهمته، بس اللهم تدمير السيارات. طبعا أعلن للمرة الرابعة قبل يعني قبل أقل من شهر، المرة الرابعة أعلن عن تحديث الدراسات الخاصة بطريق تعز التربة البالغة طوله 70 كيلو. المبالغ الذي دفعت مقابل قيمة الدراسة بما يكفي لصيانة وترميم يعني مسافة كيلوهات. طبعا أعلن عن مناقصات قبل بشهر 6/2020، أعلن عن المناقصة لنزول مناقصة لتعز التربة وأعلن عنها ورسيت على مقاول، لكن للأسف السلطة المحلية لم تتابع الموضوع وتم إهمال الموضوع، ومع ارتفاع الأسعار وهذا المقاول ارجع اضطر انه يوقف العقد. لا بديل لتعز غير هذه الطريق، وكل مسؤوليها ومسؤولي الحكومة والمسؤولين الدوليين يمرون عند زيارتهم لتعز عبرها، ورغم ذلك لا تثير اهتمامهم ولا تذكرهم بوعودهم المتكررة. فبحسب أحد المواطنين هم لا يخسرون من جيوبهم كالمواطن والسائق، وبحسب آخر وعد كان من المفترض أن يبدأ العمل بها بشهر 3/2021 ميلادية. أنا والله معطل. السبب؟ السبب الطريق شمات، وأصلا نحن بالخطوط معطلين من راضح بالخط، لازفلت حفار ومطبات وحفار و... الطريق مخرب، تسبب مشاكل بالسواقين، التائرات، الكنويسات، مع من التربة لما اتصلت عايز مطبات حفاير هيئة العابد السائلة، أكيد الناس مشاكل بالطريق دائما معنا الحفاير ولا ذا دائما بحصل ليش البواب يتعطلوا بسبب هذا الحفاير. تعب الطريقة دي كله حفار كله مطبات، والله من عدل الله هنا كله مطبات حفار، خلي على الله نتعب والله، إنما عادي للساعة ما يضرش لأنه ما فيش طريق غيري معنا الله. 63 كيلو متر ممرا إجباريا لكل شاحنة تحمل البضائع ولكل مسافر من تعز إلى المحافظات اليمنية بل والعالم، ورغم ذلك لم يلقى اهتماما كبقية قضايا المواطنين في ظل الحرب والحصار على المحافظة، ليبقى مدمرا من الأمطار وزحمة السير عليه، وليصبح مهمته الوحيدة تدمير السيارات وإتعاب المسافرين. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تحرير مواقع في مديرية مقبنة غرب تعز، والتحالف يعلن تدمير مواقع سرية في صنعاء. ميليشيات الحوثي تعدم 12 مواطنا عقب اختطافهم من الحديدة، ورصد آلاف الانتهاكات ضد الأطفال. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.